فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك
وفصال في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. واتبع سبيل يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة فتنقو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.